يحتفل العالم في آخر يوم سبت من شهر نيسان أبريل باليوم العالمي للطبيب البيطري. نقابات واتحادات الأطباء البيطريين في جميع دول العالم تتطلع في هذا اليوم إلى التوعية بدور الطبيب البيطري في المجتمع والحفاظ على صحة الحيوان والإنسان. مزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. أمراض خطيرة مميتة للبشر قابلة للانتقال من الحيوان إلى الإنسان عبر وسائل وطرق مختلفة، تبدأ من التماس المباشر بين المربي وحيواناته وتنتهي باستهلاك منتجات حيوانات مصابة بالمرض. الطب البيطري يلعب دور الدرع الواقي للبشر في هذا المجال. نقابات واتحادات الأطباء البيطريين في دول العالم تحتفي باليوم العالمي للطبيب البيطري الذي يوافق سنوياً السبت الأخير من شهر أبريل، وذلك بهدف التوعية بدور الطبيب البيطري في المجتمع والحفاظ على صحة الحيوان والإنسان. بداية الاحتفال باليوم العالمي للطبيب البيطري تعود إلى عام 2000، حين قرر الاتحاد العالمي للطب البيطري في بلجيكا تخصيص يوم السبت الأخير من شهر أبريل من كل عام يوماً عالمياً للطبيب البيطري. فكرة الاتحاد بدأت نهاية القرن 19، حين دعا أستاذ تشريح بريطاني زملائه من دول أوروبية لاجتماع في برلين عام 1863، حضره أكثر من 100 طبيب بيطري من 10 دول أوروبية. يضم الاتحاد حالياً أكثر من نصف مليون طبيب بيطري من مختلف دول العالم عبر نقاباتهم واتحاداتهم في بلدانهم، ويعمل بالتعاون مع منظمات وهيئات دولية مثل الفاو ومنظمة الصحة العالمية وغيرها لمواجهة مشكلات الصحة الحيوانية والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان. برزت أهمية الطب البيطري في السنوات الأخيرة مع اكتشاف أمراض مشتركة اهتم بها الإعلام على نطاق واسع، من جنون البقر في بريطانيا إلى سارس في الصين وغيرها من الأمراض المشتركة الأخرى.